وديتها فين؟ شاهد المخزن الفيصل بتاعت لما نورة. ليه؟ الله اعلم معلم. اهو التليفون عندك اهو، اسالها بنفسك لو انت مش مصدقني يعني. اختك عاوزه ايه من البيت؟ هو انا هعرف منين يا حاج؟ اساله اهو قدامك، انا ما كنتش هنا. وبعدين تلاقيها حلمت بيها ولا حاجه فقالت اشوفها. هي هتعوزها في ايه صحيح؟ لا طب وانا ذنبي ايه يعني؟ ما هو الحاج كان لازم هيعرف هيعرف، انا كده في السليم. ده حبيبي اخبي عنك حاجه زي كده يا حاج؟ خلي بالك على مرجع يا فندي.
اللي انت هببته ده الله يخرب بيتك. اسماعيل يا حاج. اسماعيل مين؟ الحاج اسماعيل صاحب المطرح. يا البنت لسه ما رجعتش من الكليه ولا ايه؟ اطلع ارتاح على ما تيجي. لا معلش مش مشكله، هبقى اعدي بعدين. ما انا بكلم اطلعوا السلم. طب يلا روح انت. روحي. باباك يعني مش وقته، قصدي مش عادته يجي دلوقتي. خير في ايه؟ انا كنت عارفه انها هتطلع غبيه وتعمل كده. غبيه فعلا. يا مين دي؟ شكلك كده اتخانقتي مع مامتك تاني. انا هاجي معاك. لا لا يا حبيبي، لا خليك يا حبيبي، هو عايزني انا. انا مالي عليه اوقات عم اسماعيل. يلا ماليش في الطيب نصيب بقى، تعوض ان شاء الله. بابا اهلا وسهلا، ازيك؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ تحب تشرب ايه؟ انا مش جاي اشرب عندك حاجة. رحت لها ليه؟ هو ده بقى اللي مزعل حضرتك؟ من غير لف ودوران النسوان يا بت، ايه اللي وداكي هناك؟ كان عندي كلمتين يا بابا عايز اقولهم لها، رحت قلتهم وخلصت ضميري. وايه يا اختي الكلمتين دول؟ اللي حكيتهم لك يا بابا، كل اللي حكيته لك انا قلته، ومش ندمان على ولا كلمه قلتها لها. ما تزعلش مني يا بابا، بس ده كلامك انت اللي ربيتني على كده، انت اللي دايما كنت بتقولي سكت عن الحق شيطان اخرس. مش ده كلامك برضو يا بابا؟ يا بنت نوارة. الله الله، ايه ده؟ في ايه؟ نوارة نوارة، ايه؟
ليه 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 ده كله؟ ها؟ ايه اللي حصل؟ ها؟ بس 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 تعال تعال معايا تعال تعال معايا يا حبيبي حصل ايه؟ تعال معايا تعال معايا تعال معايا ايه اللي حصل يا نوار؟ فاهمين؟ ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة، صدقني ما حصلش حاجة. قالت لك ايه البت نوع؟ غلطت فيكي؟ أنا اللي غلطت، أنا اللي غلطت والغلط ركبني من ساسي راسي، من ساسي راسي، من ساسي راسي. شوف يا حاج، اعفيني واعفي نفسك من هم القلب ده. انا اللي غلطت وانا اللي هصلح غلطتي، انا اللي هصلح غلطتي يا اما. قولي لي ايه الحكايه؟ ولا عاوزاني افضل واقف كده زي الاطرش في الزفه؟ زمان قالت لي الحاجه حسني امي يا حبيبتي يا اما، يا حبيبتي يا اما، قالت قالتلي ما تعمليش زي النمل يشيل اكبر مني، ما فهمتهاش ساعتها، لكن دلوقتي فهمتها يا اما، فهمتها يا اما، وكان معك الف حق يا اما. لا اله الا الله، النمل ايه مش فاهم. بصي يا حاج، جمالك دي فرقتي اليوم الدين، والله العظيم ليوم الدين. جمال ايه يا بنتي يا هبله انتي؟ بص يا حاج، بس عادي شيل ايدك عني خالص، لو لقيتني مرميه في النار كده قدامك، في النار كده قدامك، ما تمدش ايدك وتطلعني منها، وكتر خيرك لحد كده يا حاج، كتر خيرك. يوه انا مش عيل صغير بتربوه، نسيتوا روحكوا ولا ايه؟ انا ابوكوا يا غدر، محدش يعدل على تصرفاتي، كل حي يلزم حدوده. يعني هي نوها كانت عملت ايه يعني؟ انت تسكتي خالص، اسكتي خالص. اللي مش عاجبه عيشتي يفرقني، اللي بيستعر من تصرفاتي يبعد، يشوف له اب يري بيه. انما قسما بالله، قسما بالله، ما هسمح في يوم لمخلوق فيكم يقول لي انت غلطان، حتى لو انا غلطان. مفهوم الكلام ده ولا لا؟ انتم البلا حاجه تعرف. ده نزل خالص، ما تاخذناش يا جبناك يا ضنايا على مال وشك ليه الهم؟ انت عملتي له ايه؟ نوح هو عمي كلمني في التليفون، بعدين هو كان متنرفز جدا، قلت له يا عم بسألك عن عمك، بسألك عن الحالة بتاعتك. الحالة طيب كويسة الحالة، مش خير يعني إن شاء الله. خدي إن شاء الله خير. إن شاء الله يا رب خير، يا رب خير. يا خير، روح شوف أبوك فين، اندهلك. أنتوا قاعدين تعزموا على بعض، ما تروح تشوف أبوك، قول له بنتك وقعت في طولها. امشي لو سمحت يا حبيبي. حاضر يا اخويا.
خير في ايه؟ خد ده وقفل الباب وراك من فضلك. ايه؟ كويسة؟ ها؟ كويسة ها؟ هو في ايه؟ أنا الحقيقة مش عارف مين اللي عملك دكتور. عملني دكتور مش عارف أنا برضو. مراتك حامل يا فندي. عامل قاضي حجز. قولي كده وارتاحي. صدقيني يا بنت الناس اللي بعرضه عليك ده لمصلحتك وصون لسمعتك. ماليش فيه اي غرض وربنا شاهد. فكري فيه كويس وشوري اللي تشوريه وساعة ما ترسى على بر قوليلي ومن تاني بكررها لك عشان تعطي حلقة في ودنك. نورة بيني وبينك حد الله. فاهمة نورة؟ حد الله. مش هيكون لي حق عليكي في يوم من الأيام إلا حق الأب على بنته. مالاش طعم عنفة أكتر من كده. خطوة واحدة وربنا يدي كل حي على قد ضميره ونيته. بصي يا نورة، جايز أكون سيئت الظن، ربنا بقى يخيب ظنك، بس برضو الاحتراس واجب. أنا ما يهمنيش قوي إن أنت تنجحي في دراستك قد ما تهمني سمعتك. الكنز الحقيقي لأي بنت شرفها. صدقيني يا بنت الناس اللي بعرضه عليك ده لمصلحتك وصون لسمعتك. ماليش فيه اي غرض وربنا شاهد. فكري فيه كويس وشوري اللي تشوريه وساعة ما ترسى على بر قوليلي
هي بنت انا كمان مش بنتي وانا مربيها وهي قد كده اهو. ربنا ما يحرمنيش منكم انتوا الاثنين، والله انا ما عارفه كنت هعمل من غيركم ايه. يا ابلة حاج اسماعيل، معقولة تقصد لي حاج اسماعيل ممكن حرام عليك يا ابلة. رزق مين ده؟ ها؟ رزق ربك بعتهولك. أنا ما جبتلكيش حاجة من عندي. استغفر الله العظيم، مساء النور. استغفر الله العظيم يا رب. ابقى اسأل على بنتك يا حاج، كانت في المستشفى بعد نص الليل. مستشفى؟ تعالي هنا. مستشفى ايه؟ عندك التليفون، تلاقيهم سهرانين جنبها يكبدوا امها لحد دلوقتي. اتكلم يا اخويا في التليفون عشان يطمنوك. ربنا يهدينا القاص يا رب، كان مخبينا فين ده كله. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب. يا كبد امك يا بنتي حبيبتي. ايوه يا عم، ازيك؟ انا الحمد لله تمام. حضرتك كويس؟ الحمد لله. نوع بخير؟ لا لا زي الفل. عندها ايه؟ عندها بيبي يا عمي، بيبي. ايوه يا عم الحمد لله. وانتوا لحقتوا؟ طب عال عال
الوالد بنفسه؟ على البركة. اللي فيه الخير يا ابني يكتبه لكم ربنا. لا 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 ما صحاش، خليها مرتاحة. أنا بس كنت عاوز أطمن. سلم لي عليها وعلى الوالد والوالدة. ربنا يا ابني سمعنا عنكم سمع خير. مع السلامة. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. دي كل حي على قد ضميره يا رب. استغفرك واتوب اليك يا رب. استغفرك واتوب اليك يا رب. شريف شريف يا حبيبي كده هنتأخر. خير يا نور؟ تأخر على ايه؟ عالكلية يا حبيبي، الساعة بقت 8. معقولة؟ انتي أصلاً قلة قومك بالسرير أساساً يعني. انت اللي قلة نايمك وانت قاعد كده. دلوقتي يا نور احنا مش متفقين انك ما تتحركيش من السرير لحد ما الحمل يثبت. انت صدقت ولا ايه؟ يا عم صلي على النبي. صلي على النبي؟ هو ايه اللي صدقت؟ صدقت يعني ايه؟ مش فاهم. أقول لك أنا بقى، أنت باباك لما لقاك قال إيه؟ قال لي لعب، فقال لك بقى حكاية البيبي والكلام ده. نعم، أنت بتهرجي نوع ولا إيه؟ أهو عندك، روح اسأله. روح اسأله طبعًا، دي شغلانة، اسأله. يا شريف، هنتأخر. هسأله بعدين نشوف حكاية التأخير دي. يا ابني هنتأخر. السؤال بقى، هي نهى حامل بجد ولا حضرتك كنت بتهزر ولا ايه الحكايه بالظبط؟ يا سبحان الله. سبحان الله طبعا، بس في ايه يعني؟ حامل ولا ايه بقى؟ غباوه خالك رامي بالملي يا بابا. انا بتكلم بجد، نهى حامل ولا لا؟ انت يا ابني خريج كليه طب ولا خريج تجاره ولا خريج ولا ما انتش خريج حاجه خالص؟ لا خريج طب طبعا، مش كده ولا ايه؟ يا اوعى اوعى من سكتي، اوعى من سكتي، اوعى. طب يعني ايه حامل ولا مش حامل ولا ايه بابا؟ معلش يا حبيبي مش هقدر استناك، خش نام انت وانا لما اجي هصحيك. باي باي. استني بس، باي باي ايه وانام ايه وبتاع ايه؟ انت رايحه فين اساسا؟ رايحه لبابا. بابا مين؟ عايزه اصالحه، مش قادر استحمل زعله مني. استني بس، طب والكليه يا نور؟ النهارده الجمعه يا حبيبي. طب انت حامل ولا مش حامل ولا ايه؟ نهى حامل؟ حامل؟ ما هو بص يا بابا بقى، انا مش هسمح لك تزعل مني. صباح الفل يا ابو السباك. صافي يا لبى. قوم يا بابا افطر معايا، انا جايه النهارده مخصوص عشان افطر معاك. يلا قوم. جوزك فين؟ سايباه نايم في البيت. نوم العافية على بدنه. من ساعة ما عرف حكاية البيبي دي وهو ما بينامش. بالحق، ألف مبروك يا بنتي. مبروك يا حبيبتي. جوزك قال لي. شفته فين يا بابا؟ كلمته امبارح بالليل اطمن عليكي، قال لي. كلمكوا وش الفجر، ساعة ما رجع. غريبة،
ده ما جابليش سيره خالص. روحي يا بنتي صح اخواتك. ياه هي كل الدوشه اللي انا عاملاها دي وهم لسه نايمين؟ يلا يا ماما يلا انصحي اخواتي. يلا يا ماما. صباح الخير يا حاجة. يا سعيد صباحك، انت مسافرة ولا ايه؟ اه مسافرة يومين كده وراجعة على طول. طب مش كنت تقولي عشان نخلي بالنا من المطرح؟ معلش يا حاجة هما يومين مفيش غير. يكتب لك السلامة يا ضنا. الله يخليكي. رايح فين يا فندم؟ روح خف شعر شويه يا حاج. خف شعرك ليه؟ انا خلاص رايح الجيش. رايح الجيش؟ امتى؟ بكره يا حاج، اول يناير. انت نسيت ولا ايه؟ يا اخويا اذا كنت انا نسيت فكرني انت. امك عارفه انك هتشرف؟ اه طبعا. اعتقد يعني ان ده سبب عصبيتها اليومين دول، متهيألي كده. كلامك ما عادش دغري يا ياض. ليه بس يا حاج؟ يلا اهو الجيش هيربيك. كده برضه يعني انا قليل التربية يا حاج. ولا سيب اللي في ايدك ده وروح هات لي بصاية نار. جيبلك ايه؟ بصاية نار. حاضر يا معلم. وانا كمان هستأذنك يا حاج عشان الحق اجهز حاجتي وراجع على طول. ماشي اخلع بس ما تعوانش. بصها يا معلم. ما لحقتهاش يا سافرت. مين دي اللي سافر؟ الابلة نورة يا معلم، جارتها اللي فوقيها بتقول انها سافرت. سافرت يومين كده يعني. سافرت فين؟ وبعدين يا نوارة ما تحكي لي ايه اللي حصل، فهميني. مش مهم اللي حصل يا ابني، المهم ان انت كان عندك حق. يبقى ضايقك صح؟ بالعكس، كان كريم زي عادته معايا. انا اللي كنت فاهمه غلط، كنت عبيطه، كنت فاكره ان الدنيا ممكن تديني على قد جهدي ونيتي. طلعت الدنيا مش كده، طلع ان كل حاجه ليها تمن. يبقى طلب منك التمن يا نواره صح؟ طلب منك التمن. ما طلبش حاجه الحاج اسماعيل، ما طلبش حاجه. امال ايه التمن المفروض تدفعيه؟ مقابل ايه ولمين؟ يا نواره اتكلمي، ما حدش هيخاف عليكي قدي. قبل انا عندي طلبين عايزه اطلبهم منك. ممكن؟ انت مش محتاجة تسألي. أنا محتاجة أقعد عندك كام يوم يعني لحد ما ألاقي سكن. يا حبيبتي بيتك ومطرحك. والطلب التاني؟ عايزاكي تساعديني ألاقي أي شغل بالدبلوم، أي حاجة، سكرتيرة في مكتب، بياعة في محل، أي حاجة أكسب منها لقمتي. أه يا حبيبتي بس إزاي هتقدري توفقي بين الكلية؟ أنا مش ناوية أكمل دراسة يا أب. إيه؟ بصي يا نوارة أبا ما... ده آخر كلام عندي، مش هرجع فيه. ممكن تساعديني؟ طبعا يا حبيبتي. Thank you.
اتفضلي. لقيت الباب موارب، قلبي وقع في رجلي. لا ما اصل انا جاي اخد حاجه ونازل على طول. هي اسم النبي حارسها جت. هي مش قالت لك انها مسافره؟ ما انا عشان كده بستعجب. هو انت مين؟ لو انت لحد دلوقتي مش عارفاني، انا صاحب المطرح الحاج اسماعيل. والمحروسه تبقى بنتك؟ بنتي طبعا. يا راجل وسيبها تعيش بطولها ليه؟ ظروف بقى حاجه. ما تتفضلي. ظروف؟ تلاقيك مطلق امها وقاعد عند الجديد. ما هم الرجاله كده، ينسوا قديمهم طوالي، اول ما تشغلهم بنت غندوره. وام اسم النبي حارسها فين؟ ها فين؟ تلاقيها من الارياف، عشان كده بنتها سافرت تشوفها وتطمن عليها. ما هم البنات كده حنينين. خلفت من الجديدة؟ يا جدع بلا سيطة انزل انده. حاضر يا سعادة البيت. دكتور ازيك؟ ازيك يا حمد؟ اركب عايزة. معلش خمسة كده اكل عيش. خمسة اكل العيش عليهم التعبيرات. انا انت مش كنت عايز وظيفة مرتب؟ ما هدي وظيفة مرتب اقبلها. في ايه؟ انا خلاص رايح الجيش. اوبا جيش. تفتكر ممكن يستنوني لحد ما خلص جيش؟ مين بقى اللي يستناك؟ الجيش؟ الجيش يستناك؟ يعني عارف انا نفسي اختك تجيب لنا ولد، بس يبقى زيك كده. من ناحية ايه سعادتك؟ انت بتكتب ولا بطلت ولا حكايتك ايه؟ فهمني. وانا عندي منفس تاني. طب ما بتقرنيش اللي بتكتبه ليه يا بايخ؟ وجب. اخر حاجة. انت مش بايخ بس، انت كمان مجنون. راح فين؟ والمصحف بعرف يا معلم، ركب مع الباشا الدكتور ومشي وما قالش. بقول لك ايه، ما تعرفش بيت الست اللي الست مين لما عاوز يا معلم؟ يا دي ده انت غبي. يا ساتر عليك يا ساتر. ايوه. الهانم موجوده من فضلك. هانم؟ هانم مين؟ ست مفيده، مش دي شقه؟ اهلا يا حاج، اتفضل. اه
هو ده الحاج اللي انتوا بتقولوا عليه؟ اتفضل يا حاج اتفضل. خير يا حاج؟ بنت عندك طبعا. طلباتك؟ عاوز اشوفها و قصدي اطمن عليها يعني و... بص يا حاج اسماعيل، من الاخر ومن غير لف ودوران، كان في واد متشرد افتكر ان نواره لقمه طريه ملهاش صاحب، وهو مرمي في السجن دلوقتي زي ما انت عارف. انا اللي رميه يا مدام؟ يعني ترميه في السجن وتغلط غلطته؟ بتقولي ايه؟ من الاخر كده يا حاج، شيل ايدك من موضوع نواره وملكش دعوه بيها خالص. كتر الف الف خيرك على الشهامه والمروه اللي عملتهم معاها لغايه دلوقتي. اللي بتقوليه ده رايها هي؟ طبعا، والا ما كانتش سابت لك المخزن اللي انت معايشها فيه. انا ما اسمحلكيش. شوفي قصدي يعني لو ده كلامها اسمعه منها هي. تيجي تقولهولي بعظمه لسانها، تيجي قدامي هنا وتقوله، ساعتها عمرها ما هتشوف فلقتي التاني. بس كده؟ قوي قوي، مفيش اي مانع. ثانيه واحده. تعالي يا نوارة، قولي للحاجة كلمتك وما تخافيش. بعد إذنك يا مدام، أسمعها على انفراد. أنا مش قادرة أفهم أنت زي أنا ما شفتش كده بجد. أنا عايزة أتكلم مع الحاجة على انفراد، معلش. عجايب. داخل اشرب مشروبش. اتفضل يا حاج. حاج ماشي يا انستي يا حاج. سلام يا نور. ها يا نوار. رنا اللي فيه الخير يقدم يا رب. بقول لك يا حبيبتي، هو لسه في بمبار؟ ادخل يا جد، ادخل ادفح بالهنا والشفا.